فمن الأشياء اللي داخلين جداد اليوم في كيك هما هاد الشميعات باللون الوردي، ما عرفت علاش ما كيبينش نيشان، وفيهم هاد الورود هنايا الثمن ديالهم اورو 99 سنت، ودخلوا فيهم حتى اللون الاخضر، هاد اللون رائع، ودخلوا هاد الفاز بهذا الشكل كما كتلاحظوا. دخلوا فيهم جوج تاع الالوان، كاين الغوز وكاين ابيض، للثمن ديالو جوج اورو 99 سنت. ودخلوا هادو هاد القراعي اللي عجبوني بزاف، شوفوا كيفاش كيتهزوا، وفيهم هنايا هاد النقشمنه للثمن ديالهم جد مناسب 79 سنت. ودخلوا هاد الورود، هاد الشمعه على شكل الورد للثمن ديالو 7 اورو 99، راهما كبارين بزاف، اللون الوردي، كاين الابيض وكاين الحجم الصغير، ها هو كاين الفرق كما كتلاحظوا، الثمن ديالو 4 اورو 99 سنت. وكاينين هاد الكؤوس اللي فيهم هنايا الشكل نتاع الفراشه، كاين هذه راه هي فيها لداخل الشمعه باللون الوردي وفيها الفراشه بالابيض، وكاين العكس، كاين فراشه بالوردي والشميعه هنايا بالابيض، وللثمن ديالها اورو 99 سنت. ودخلوا هذه اللي كنحطوها في الغرفه نتاع النوم باش نحطوا فيها الاكسسوارات، كتحطوا هنايا الاكسسوارات، وعندو هنايا واحد المشرش صغير هنايا، ها هو كيفاش كيتفتح، راه هو كامل نتاع الخشب، كاين هنايا الشكل نتاع قلب، وعندو هنايا هذا النقش منه، الثمن ديالو 4 اورو 99 سنت. وكاين هذا، كاين لاحظت حتى لدابا لاحظت كاين هذا الشكل نتاع الفراشه، كاين القلب وكاين الفراشه. ودخلوا حتى هاد السواني، راهما نتاع الحديد، شوفوا الشكل ديالهم والنقش رائعين، للثمن ديالهم 4 اورو 99 سنت. عندهم حتى النقش منا والنقش من الداخل، وفيهم الالوان، كاين الابيض كما لاحظتوا، كاين اللون تاع البيستاج، وكاين الوردي، رائعين هادو. ندخلوا حتى هاد السواني اللي هما صغارين في يدي، الثمن ديالهم 3 اورو 99 سنت. ودخلوا حتى هاد السواني اللي لاحظتهم، هادو رائعين حتى هادو، هذا ماشي تاع بلاستيك، ماشي تاع البديع، ما عرفت كيفاش غادي نشرح لكم، هذا اللي كتسمعوا ديك بلاستيك اللي هو صحيح. كاين هاد اللون، كاين اللون الابيض، غادي نقول لكم الثمن ديالو 5 اورو 99 سنت. ودخلوا حتى هادو، هاد الطباسل على شكل قلب للثمن ديالهم اورو 99 سنت، كاين اللون الابيض، كاين اللون الوردي، وكاين حتى الشكل الدائري، هادو غادي نجبد لكم، هاد الثمن ديالو 3 اورو 99 سنت. ودخلوا هاد الديكورات، راني قلت لكم واحد المره راه عندهم هنايا الاحتفالات نتاع البيض، وكيدخلوا بزاف بحال هاد الشيء، ولكن الواحد يستغل الفرصه بحال هذا كديكور زوينين، راهما نتاع البديع على شكل بيضه، وفيها هنا يديروا هنايا هاد الورود، هذا اللي عجبني بزاف، للثمن ديالو اورو 99 سنت. هذا الحجم الصغير، لاحظت هنايا حتى الحجم الكبير، هذا اللي فيه الفراشه للداخل هنايا، شفتوا على الديزاين ديالو، الثمن ديالو 2 اورو 99 سنت، رائعين هادو. ودخلوا هادو اللي كنحطوا فيهم الشميعات للداخل كما كتلاحظوا، تقدروا تعلقوهم هكا كما كتلاحظوا هنايا، دخلوا فيهم الالوان، كاين الغوز وكاين الاخضر
كاين الابيض الثمن ديالو 2.99 سنت. ودخلوا حتى هذا الفاز باللون الابيض واللون البني للثمن ديالو 2.99 سنت، راهما نتاع البديع. وكاينين هادو، هاد الورود راهما نتاع بلاستيك وفيهم هادو نتاع الفراشات للثمن ديالهم 2.99 سنت. وكاين الاختلاف في الالوان. وكاينين هادو، هادو اللي عندهم هنايا، هادي اللي فيهم هادو كتحطو كورود فقط للتزيين للثمن ديالهم 2.99 سنت. ودخلوا هادو على شكل بيضة، هي نتاع بلاستيك اللي عجبني فيها، تقدروا تعلقوها في تزينوا فيها اي حاجة بغيتوها. وفيها لداخل الريش، كاين هادي فيها الريش اللون الابيض، وكاينة هادي فيها الريش باللون الوردي، وللثمن ديالهم 1.59 سنت. ودخلوا هاد الورود، الشكل ديالهم زوين، راهما نتاع بلاستيك وهذا نتاع البديع وصغيورين، هذاك الشيء اللي عجبني فيهم. الثمن ديالهم 1.59، كاين فيهم الاشكال، كاينه هادي وكاينه هادي، كاينه هادي باللون الابيض. ودخلوا هاد المزهريات اللي هما نتاع بلاستيك ماشي حقيقيين، كاين عندهم هادي، حتى هادي نتاع بلاستيك خفيفه بزاف، كاين اللون الوردي وكاين اللون الابيض. هادو الثمن ديالهم 5.99 سنت. وكاينين هادو، حتى هادو رائعين اللي كيتهزوا بهاد الطريقه، فيهم داروا ليهم بحال الحجر والورد نتاع بلاستيك. هادو للثمن ديالهم 1.59 سنت. ودخلوا حتى هاد الديكورات، هذا نتاع البديع اللي فيه فقط الورد نتاع بلاستيك، كاين اختلاف فقط في الورود، كاين هذا كاين هذا كما كتلاحظوا. هذا الثمن ديالو 1.59 سنت. وكاينين هادو، هادو عجبوني، هذا الكاس للثمن ديالو بحال بحال 1.59 سنت، وكاين اختلاف حتى هما حسب الورده اللي كاينه هنايا. ودخلوا حتى الديكور نتاع العش مع مع البيض، حتى هذا رائع الديكور ديالو، كاين اختلاف في الالوان تاع البيض، شوفوا هذا وهذا. هذا الثمن ديالو 1.59 سنت. ودخلوا هذا، هذا اللي كنعلقوه في الباب على شكل قلب كما تلاحظوا الشكل ديالو، وللثمن ديالو 3.99 سنت. ودخلوا هادو، راهما نتاع الحديد، حتى هادو كيتعلقوا، كيتعلقوا بهذه الطريقه اما في الباب نتاع الدار اولا في الغرفه، للثمن ديالهم 1.99 سنت. ودخلوا هادو، هادو اللي خدامين بالحجر اللي كيديروا الاضواء، عندهم هنايا هذا الدونتيل الداخل، كاين اللون الابيض وكاين اللون الوردي كيحمق هذا اللون، وكاين حتى اللون الكري. هما الالوان اللي فيهم، وللثمن ديالهم 3.99 سنت. ودخلوا هاد الديكورات، الفراشات اللي في الباكيه فيها جوج، الثمن ديالهم 1 أورو، كاين الاختلاف في الالوان، كاين هاد اللون وهذا، وكاين هذا، هادو رائعين. ودخلوا اليوم الوسادات، هادو اللي عجبوني، اللي عجبني فيهم هما هادو، كيفكروني في التقاليد ديالنا تاع المغرب، الشاشويات كما كنقولوا ليها، الثمن ديالهم 7.99 سنت. وكاين اختلاف حتى في الالوان، كاين هذا فيه الاسود والابيض، وهذا فيه الكري والابيض. ودخلوا حتى هاد الوسادات، هادو اللي عندهم هاد الريش هنايا وهنايا سامبل، للثمن ديالو 4.99 سنت. وكاين فيهم حتى الالوان، كاين فيه هاد اللون
هذا اللون غادي نقلبو باش غادي تشوفوا هما الالوان اللي كاينين فيهم. ودخلوا حتى هاد المنظمات اللي فيهم جوج الداخل كيجي معاهم هادي، تقدروا تحطوهم في الحمام هكا كيفاش كيجيو. هذا الثمن ديالو 7.99 أورو، كاين فيهم اللون الكري واللون الاسود. ودخلوا في الجهه تاع المواعن هاد التباصل، هادو رائعين، راهما صغارين للثمن ديالهم 79 سنت، رائعين هادو. وكيجي معاهم هنايا حتى المغارف هالشكل ديالو رائع للثمن ديالو 79 سنت، تقدروا تحطوه بحال هكا بهذه الطريقه.